المشاهد لفيلم ابن باديس يجد نفسه أمام حالات وجدانية صرفة من خلال حالات نفسية واعتناء بالجوانب التقنية، ولمسة الخطيب كانت حاضرة بقوة. بيئة ريفية، صباح ماطر، وموسيقى تصويرية مميزة بغض النظر عن ملائمتها لأحداث الفيلم أم لا. السيناريو جاء مشتتاً متعثراً في أماكن كثيرة بمساحة أقل للحوار. وبعض أبطال العمل تحت إدارة المخرج لم يظهروا كشخصيات حقيقية يعيشون بيننا، ولم يحملوا أي حميمية وملامسة للواقع، وهو حال ابن باديس الذي ظهر جافاً إلى درجة ترفعه عن الإنسانية، بينما جاءت الجوهر أكثر شاعرية بعد هدية أخيها وهو يودعها مرة ثم يلاقيها مرة أخرى. بدوره والد ابن باديس بدا مركزاً في الدور. بعض الشخصيات ربطت بسياقات الفيلم ربطاً ضعيفاً على غرار الظهور المفاجئ للبتول أخت ابن باديس، وشخصية الجوهر التي عرفت تطوراً مع أحداث الفيلم وكأننا أمام قصة أخرى، ناهيك أنها كانت ملتبسة وغامضة. أهداء الممثلين جاء تلفزيونياً بردود فعل سريعة ومساحة أقل لتطوير الحوار واللعبة الدرامية. فبقي المشاهد أسير حالات مبهمة وبناء درامي يؤطر حكاية ربما شاهدناها عديد المرات في ظل مشاهد غير متناسقة مع سيرورة الأحداث.